النهاردة عاوزة أكلمكم على لحظة من اللحظات الفارقة في حياة الإنسان، لحظة أو موقف بيعدي في حياة كل إنسان مننا. مفيش حد مننا بيسلم من الموقف ده، لكنه بيكون من اللحظات الفارقة في عمرنا. حياتنا بعد منه بتبقى مختلفة تماما عن حياتنا اللي قبل ما يحصل الموقف ده او اللحظة دي، وهي لحظة الضعف. ولحظة الضعف ممكن تيجي مينلي بشكلين، ولحظة الضعف دي ممكن تكون لحظة من اتنين، يا اما لحظة بنضعف فيها فبنعمل حاجة نندم عليها، او لحظة بنضعف فيها فما نعملش حاجة كان لازم نعملها. يعني ايه؟ اللحظة الاولانية، لحظة الضعف الاولانية اللي اتكلمت عنها، هي اللحظة اللي يعني بنضعف في مقاومة شيء معين فبنعمل فعل ما فبنندم. اكتر مثل بيحضرني اللي هو الضعف امام الشهوات، شهوة الحب، شهوة الاكل، شهوة اللعب، شهوة الكسل. تخيلوا كده، ربنا سبحانه وتعالى خالق فينا مجموعة من الغرائز. الغرائز دي ربنا سبحانه وتعالى خالقها فينا عشان تخلي حياتنا احسن، تخلي تضمن ان في استمرارية لبقائنا، تضمن ان في استمرارية لينا كجنس بشري، زي شهوة الحب والجنس، حاجة جميلة قوي. لكن لو عملناها في غير موضعها الصحيح بتجيب ندم. الاكل، تخيلوا الاكل شهوة وربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الشهوة فينا. الاكل مش بس احتياج فيسيولوجي لجسمنا ان احنا ناكل ونشرب عشان يعني نبقي على حياتنا، لا، الاكل كمان له لذة. ولما نكتشف حاجة جميلة زي السكر، زي الحلويات، زي الملح، زي ناس بتحب اللحمة قوي، زي ناس بتحب المكرونة بالبشاميل قوي، اللي هو الدقيق والكاربس والحاجات دي، بتتخلق جوانا شهوة. فلما تتعرض علينا أطايب الأطعمة ناكل فوق طاقتنا وفوق اللي احنا محتاجينه، وبالتالي برضو نندم. شهوة الكسل، تخيلوا، ايوه الكسل. مش بيقولك الكسل احلى من العسل؟ احنا مخلوقين ان احنا نحافظ على طاقتنا، يعني التعب والشغل والشقة ده لازم محتاج إرادة. ليه الناس بتلاقي ممارسة الرياضة صعبة قوي؟ لأنها محتاجة إرادة، لأنها عكس اللي خلقته الطبيعة فينا، إن إحنا نحافظ على طاقتنا. بس الكلام ده هو كان أوكي لما كان الأكل شحيح ومحتاجين فعلا الطاقة دي عشان ما نسقعش وعشان ما نعياش والكلام ده. فاتحول الكسل لحاجة غير محمودة وحاجة مش كويسة، فبالتالي ممكن نندم لما نكسل عشان عملت حاجة ما كانش مفروض اعملها، او اللعب، او الرغي في التليفون، او اي حاجة من السلوكيات اللي ربنا خلقها فينا. الرغي في التليفون شهوة؟ شهوة، لان احنا كائنات اجتماعية بنحب نتواصل اجتماعيا، وكل واحد فينا، حتى الناس اللي هي الانتروفيرت، اللي هي الانطوائيين عكس الانبساطيين، الاكستروفيرت، الناس الاجتماعيين اللي بيحبوا يتعاملوا مع الناس، حتى الناس الانطوائيين عندهم حد ادنى من الرغبة في التواصل مع الناس اللي حواليهم. لو مفيش هذا، يعني هذا الحد الادنى من الرغبة في التواصل، ده بيتحول لمريض نفسي، مش مجرد ان هو شخص انطوائي بيحب العزلة في بعض الاحيان، لا، ده بيبقى فيه
حاجة تانية أكبر بكتير من مجرد إن هو كده، هو طبيعته كده، هي شخصيته كده. في بقى على الصعيد الآخر لحظة الضعف اللي كان مفروض فيها نعمل حاجة لكن بتخن قوتنا وما بنعملهاش. ممكن تكون قوة جسدية، ممكن تكون قوة عقلية، ما عنديش التفكير، ما عنديش الوعي، ما عنديش النوليدج، ما عنديش النوهاو، ما عنديش المعرفة والخبرة اني اواجه الامر ده، ما عنديش القوة المعرفية، او ما عنديش القوة النفسية، بخاف، في نوعية معينة من الناس مثلا بتفكرني وانا لسه طفلة صغيرة وبابا بيزعق فيا وبيعمل لي كده فخاف، او ما عنديش القوة النفسية عشان انا بحب هذا الشخص ومش عارفة ومش عايزة ازعله. فدايما القوة عكسها الضعف، بس مش في شرط، مش شرط ان احنا بنقع في لحظة الضعف دي عشان احنا ما عندناش القوة. احيانا ما بيكونش عندنا الارادة، او ما بيكونش عندنا الرغبة، او ما بيكونش عندنا شيء معين هو اللي بيخلينا vulnerable، ضعفة، يعني عرضة لخطر خارجي او داخلي. وانا قاعدة عمالة بفكر في لحظات الضعف اللي عدت عليا، لقيتني بفتكر مثلا في لحظة ضعفت فيها وغشيت في الامتحان، وقعدت فكرت هو الغش في الامتحان دوا يمكن يكون جاب لي درجة او درجتين زيادة، لكن هل هو اللي عمل نجاحي؟ لا، مش هو اللي عمل نجاحي. في محيط الدكاترة، الدكاترة بيبقوا عارفين مين اللي نجح بمقبول واي كلام، ومين اللي نجح كويس. تلاقي الناس اللي هي نجحت نجاح اي كلام عشان غشت، عشان whatever ايه اللي حصل في حياتها، فدخلت كلية تقيلة قوي عليها، نجحت فيها بالضالين، ما بيعرفوش يكملوا ماجستير، ما بيعرفوش يكملوا دكتوراه. تلاقيهم لو عندهم فلوس او حاجة يسفروهم بره عشان يحصلوا على حاجة والكلام ده، ويعيشوا حياتهم شخصية عفنة همها ان هي تكذب وتخادع، ونجاحها ده ما بيكونش نجاح حقيقي. واذا نجحوا فترة من الفترات ما بيستمرش نجاحهم طول الوقت، ودي حقيقة انا شفتها ناس كتير قوي عدت في حياتي. وقعدت افكر في السنين الاولانية كنت محبطة قوي، ليه الشخص ده لسه قاعد عمال بينجح؟ ليه الشخص ده لسه في مكانه ده وانا مشيت؟ وتعدي سنة ورا سنة، سنة ورا سنة، لان خدوا بالكم ان ربنا يمهل ولا يهمل. يمهل بيدي الشخص مهلة، انت عملت حاجة غلط، بس انا عايز انجح، فاضعف قدام طموحي المش حقيقي، قدام طمعي، قدام نفسيتي الوحشة، فما اعملش الصح. وتعدي سنة ورا سنة وبيقعوا، وبتبقى وقعتهم وحشة قوي. عن تجربة ومن كلام ناس كتير محيطة بيا، لقيت ان فعلا فعلا ده اللي بيحصل. احيانا بنضعف ان كان مفروض في موقف ما نتكلم، بس انا ما بندمش على الصمت. في مواقف بصمت فيها، ولما بفكر اقول لا انا كان مفروض ارد واقول كذا كذا كذا، ماشي اوكي، خدت منتال نوت، خدت يعني كتبت ملحوظة عقلية ان انا كان لازم في الموقف ده واتكلم. بعد اسأل نفسي ايه السيناريوهات الممكنة، هل ينفع ارجع في الزمن؟ ما ينفعش. طيب هل ينفع ان انا انتهز فرصة تانية مع نفس الاشخاص واتكلم؟ احيانا بيكون ممكن ان احنا
نقف في لحظة ونتصدى لهذا الشخص المؤذي حتى ولو فوتنا له مرة أو اتنين أو تلاتة. احنا قاعدين عمالين بنخمر الكلام اللي هنقوله، بنستجمع قوتنا الهزيلة من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. عشان كده مثلا في البيزنس يقولك ما تدخلش تعمل بريزنتيشن الا لما تعمل بروفة عليها مرة واثنين وثلاثة واربعة. احيانا بنقف ونتكبل ونبقى مش قادرين نتكلم لان احنا ما عملناش البروفات الكافية اللي مخنا فيها يبقى مستعد لمواجهة اللحظة دي، او ما عندناش القوة، او ما عندناش المعلومات، او في شيء معين بنفتقده ومش قادرين ناخد الخطوة دي الا لما تتوافر عندنا كل الامور. بس ده مش صح كل مرة، لان احيانا بيكون اللي متواجد هو التردد، وفي ناس ده بيكون طبيعة من طبيعتهم الشخصية، في ناس شخصيتهم كده، اتولدوا كده، ربنا خلقهم كده مترددين محتاجين التشجيع. فاكرين لما اتكلمت قبل كده عن الشجاعة والتشجيع؟ محتاجين التشجيع. ففي منهم ناس بتعلم نفسها انها تشجع نفسها بنفسها، انا بشجع نفسي فبستلهم الشجاعة، بجمع قوتي المتناثرة هنا وهنا وهنا. بس ده محتاج تدريب، ومحتاج ان انا اقعد اكلم نفسي وافكر في المواقف وادرب نفسي في مواقف صغيرة. كان في شاب من الشباب وبيكلمني ان هو مشكلته كبيرة قوي في حياته انه متردد، دايما يبقى متردد، ودايما يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحطه في مواقف انه دايما قدام اختيارين. فقلت له على فكرة احنا دايما قدام اختيارين، حتى ولو كان في واحد وزيرو، الزيرو ده لسه اختيار. سي عندي وظيفة، اقبلها ولا ما اقبلهاش؟ انا ما بختارش ما بين وظيفتين، لكن بختار بين امرين، الامر الاولاني ان انا اقبل هذه الوظيفة، والامر الثاني ان انا افضل عاطل عن العمل، او ان انا اقبل هذه الوظيفة او ان انا افضل في مكاني. فدايما احنا بين امرين، دايما احنا بين خيارين. لو في يبقى في لا، لو هقول لحاجة يبقى هقول لا لحاجة تانية. فبيبقى في احيانا اللحظات بتاعت التردد دي، والتردد ده جاي من اننا مش بنبقى عارفين ازاي ناخد القرار. والتردد اللي احنا احيانا بنفتكره لحظة من لحظات الضعف، في حقيقة الامر ان احنا مش عارفين ناخد قرار. طب نعمل ايه؟ ازاي ناخد قرار؟ سواء احنا بنواجه شهوة من شهواتنا، او ان احنا بنواجه موقف صعب، سواء انا بواجه حاجة لازم امنع نفسي من فعل ما، او بواجه امر لازم اخد خطوة معينة، هنا في قرار وهنا في قرار. فاحنا لو مررنا نفسنا ان احنا ناخد القرار، اعتقد ان احنا هنتغلب على لحظات الضعف دي اللي في الاخر بتخلينا نندم، نندم سواء عملنا حاجة او نندم على اننا ما عملناش حاجة. طيب ازاي ناخد القرار؟ في ناس يعني جزء من تكوينها الانساني ان هي بتعرف تاخد القرار، او جزء من تكوينها الانساني انها بتعرف تاخد القرار في امر ما وما بتعرفش تاخد القرار في امر تاني. كان دايما بابا يقول لي انه معجب ان انا بقدر اخد قرار، وان هو بيقول لي ان هو كانت مشكلته انه بيعرف ياخد قرارات ويدي نصايح للآخرين، لكن لما كان يجي في حياته هو ما كانش ياخد القرار الصح وكان يتردد.
في موقف ما وقاعد عمال بيحكي لي على قرار أثر كتير قوي على حياته وإنه بيتندم جدا جدا على هذا القرار. فقلت له يا بابا ببساطة لأن أنت ما مشيتش في عملية اتخاذ القرار صح. في مثلا غرور عمى عنيك، في طمع عمى عنيك، في خوف من المخاطر خلاك تكون متردد، في شيء ما هو اللي خلى عملية اتخاذ القرار دي مش سليمة. لان خدوا بالكم ان احنا القرار اللي بناخده مش انا دلوقتي اقول او لا، يلا بسرعة قولي او لا، بيبقى فيها تفكير ولو حتى لجزء من الثانية، لان مخنا عنده قدرة رهيبة جدا جدا على تجميع كم غريب من المعلومات احنا حتى مش مدركين ان عندنا هذا الكم من المعلومات. لما بحط بقى المعلومات دي وبرتبها، ودايما يقولك ايه، احسب البروز اند كونز، يعني المميزات والعيوب، ودايما اقول لكم اعملوا سيناريوهات. السيناريو الاولاني لو كل شيء مشي مظبوط يعني على حسب ما انا نفسي، والسيناريو التاني لو كل حاجه مشيت احسن مما تخيلت، والسيناريو التالت لو الامور مشيت اسوأ مما تخيلت. فلما بنجمع معلومات كافيه، لما بنلم اللي محتاجين ان احنا نعرفه عن هذا الامر، ونرتب الافكار ونعمل السيناريوهات، ايه اسوأ حاجة هتحصل. ودي يعني في الادارة، في علوم الادارة وفي ادارة المشروعات اسمها ادارة المخاطر، علم كامل اسمه ادارة المخاطر. والناس اللي متخصصة في ادارة المخاطر دول حتى يعني ده مجال متشعب جدا، يقولك ادارة المخاطر المالية، ادارة المخاطر في اسواق المال والبورصة، إدارة المخاطر في موقع العمل مثلا، إدارة المخاطر من وجود مواد معينة ممكن تتحرق، ممكن تعمل انفجار، ممكن تعمل أبخرة، ممكن كذا. فالموضوع كبير قوي 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 في إدارة المخاطر. وكل ما تعلمنا ان احنا ندير المخاطر اللي موجودة في حياتنا، كل ما هتقل لحظات الضعف اللي موجودة في حياتنا. زي مثلا واحدة متزوجة وبتقول لي ان في زميل من زمايلها هو كمان متزوج، لكن عشان بيقعدوا مع بعض وقت في الشغل وابتدى يبقى فيه كلام ويبتدى يبقى فيه صداقة، فهي خايفة الموضوع ده يتقلب لحاجة اكبر. دي يعني لحظة من اللحظات اللي ممكن لو ما تصرفناش فيها صح ندخل بقى في اللحظة الوحشة اللي هي لحظة الضعف. فاحنا لسه هو برا، فنبتدي نفكر ايه اللي ممكن يقود للحظة الضعف دي. ان احنا بنتكلم كتير، ان احنا بنتكلم على حاجات خاصة، ان انا بشتكي له، ان انا باخد رأيه، ان انا كذا، ان انا كذا، لازم اوجد بديل. لحظة ضعف مثلا ان انا ودي يمكن حصلت، كنت متضايقة مكتئبة، كان في تشيز كيك في التلاجة جميلة وحلوة ومتقسمة أربعة، واحدة بالشوكولاتة، واحدة بالكراميل، واحدة بالفراولة، والتانية مش عارفة عليها مكسرات وحاجات. المهم يعني تشيز كيك تحفة، مفروض التشيز كيك دي هياكلها أربع أفراد على كذا يوم، وأنا متضايقة وقاعدة لوحدي، جبتها من التلاجة وقعدت اكل اكل اكل. دي لحظة ضعف. لحظة ضعف اوجدتها الحالة النفسية اللي انا كنت فيها، فخلتني اعمل حاجة اندم عليها. لان انا لما بصيت على الكرتونة بتاعت التورتة وشفت الكالوريز اللي فيها بالافات الكالوريز، تخيلوا الافات السعرات الحرارية اللي انا مثلا المفروض اجوع نفسي 3 4 ايام عشان استهلك السعرات الحرارية دي، فطبعا زعلت واتضايقت.
لدرجه اني عيطت وقلت يعني انتي بتعملي مجهود حلو قوي وجميل وماشيه وصحتك مظبوطه والكلام ده، وتيجي في لحظه كده تنسفي الموضوع ده. طيب ايه بقى؟ خدت قرار ان انا عمري ما هاكل شيء من الكرتونه او هاكل حاجه من الكيس بتاعها، ان انا هجيب كيس الشيبسي مثلا الكبير الكبير ده واكل منه، او ان انا هاكل حاجه من الصينيه او اكل حاجه من الحله. لازم اغرف لنفسي حته صغيره، وده في عالم الرجيم بيسموه بورشن كنترول، ان انا اتحكم في الحصص والانصبه اللي انا بديها لنفسي عشان ما اقعش في لحظه الضعف واندم على ان انا ضعفت قدام شهوتي قدام الاكل او الحاجة الحلوة اللي انا بحبها. فلحظة الضعف دي بيسبقها لحظة فارقة. اللحظة اللي قبل لحظة الضعف هي الاهم، هي اللي هتحدد اذا كنا هنقع في المصيدة دي ولا لا. اللحظة اللي فيه شخص ما بيبتدي يهاجمني وانا بقول في نفسي في حاجة مفروض اعملها، يا اما امشي من المكان واقول لك اسيبه يهوهو، او ان انا اتصدى له. علشان كده في مواجهة الخوف بيقول لك في مخنا له ثلاث ردود افعال. فريز اول حاجة، بيتجمد، لا بيبقى عارف لا يقدم ولا يتأخر، فريز. وساعتها خلاص انا مش متحكمة في الموقف نهائي، خلاص كل الاطراف الخارجية هي المتحكمة في الموقف مش انا. when I freeze او flight اطير اهرب من المكان، او fight اواجه الخطر. ف اللحظة اللي بتسبق المواجهة، سواء بان انا احارب واواجه الموقف، او ان انا اقف متجمدة في مكاني مانيش عارفة افكر، او ان انا اهرب من الموقف، اللحظة دي هي اللحظة الفارقة. فلما نيجي نفكر في لحظات الضعف اللي مرت في حياتنا، عايزاكم تفكروا فيها بعمق شوية. وده يمكن اللي انا كنت بفكر فيه النهاردة الصبح لما صحيت في الفجر وكنت قاعدة كده مع نفسي. اول حاجة، ايه اللحظة اللي بيعقبها لحظة ضعف؟ ببقى ازاي؟ بتبقى حالتي النفسية ازاي؟ بفكر ازاي؟ لحظات الضعف المتكررة في حياتي، هل عشان عملت حاجة مش مفروض اعملها، ولا ما عملتش حاجة كان مفروض اعملها؟ عملية اتخاذ القرار، انا باخد قراراتي ازاي؟ بقرر اعمل او ما اعملش ازاي؟ الحاجة التانية كمان، في وسط لحظة الضعف، خدوا بالكم كده لو عملناها شريط ومرينا بيها ببطء، هتبصوا تلاقوا ان اللحظة دي، وخلينا كده الزمن يقف وفككناها، هتلاقوا اللحظة دي متكونة من لحظات أصغر جواها. في وسط ما أنا بقاوم رغبتي في أن أنا أعمل شيء، كان في صوت جوايا بيقول لي ردي، اعملي كذا كذا كذا، اتصرفي بالشكل الفلاني، وأنا تجاهلت هذا الصوت. أو في اللحظة اللي أنا بأقدم على هذا الفعل، برضو كان في صوت جوايا بيقول لي ما تعمليش كده، ما تقوليش كده، ما تتصرفيش كده، ما تروحيش عند التلاجة، ما تروحيش تقابلي هذا الشخص، ما ترفعيش سماعة التليفون وتكلمي هذه الإنسانة، ما تعملش. الصوت ده احنا تجاهلناه، وكل ما بنتجاهل الصوت اللي جوانا اكتر واكتر واكتر بيضعف وبيخفت وبيبقى ملوش تأثير. الصوت ده في ناس كتير او علماء بيسموه الضمير،
يقول لك الضمير هو الصوت اللي جواك اللي بيرشدك للصح واللي بيرشدك للتصرف الأمثل. فكل واحد فينا يفكر النهاردة دعوة للتأمل في المواقف اللي ضعفنا فيها، وإزاي نتعلم من المواقف دي مهما كان عمرنا، صغيرين كبار، مهما كانت ظروفنا في الحياة، فقراء أغنياء، متجوزين مطلقين، ما اتجوزناش لسه، عندنا أولاد ما عندناش أولاد، بندرس بنشتغل قاعدين في البيت، أيا كانت ظروفنا نبتدي نغربل كده المواقف اللي عدت في حياتنا ونمسك كده كام موقف نحس ان كان فيهم لحظة ضعف ونفكر ايه اللي ممكن نتعلمه من المواقف دي وازاي حياتنا اتغيرت بعد الموقف ده، ولو اتغيرت للأوحش ازاي اضمن ان ده ما يحصلش تاني، ازاي اضمن اني مش هروح ناحية التلاجة واكل الحاجة اللي مش مفروض اكلها، ازاي اضمن اني هتحط في موقف فيه ظلم باين عليا وما بدافعش عن نفسي، ازاي اضمن ان الزوج السيء اللي بيمد ايده عليا ما يمدش ايده عليا تاني، ازاي اضمن ان مراتي النكدية الناكرة للجميل اللي بتقول عني كلام مش حقيقي ما تعملش الكلام ده تاني. دي كانت دعوة النهاردة. وقبل ما اختم الفيديو احب اكلمكم على الكتاب بتاعي، كتاب طفولة بلا توابع، من اول يوم حتى مشارف المراهقة تقريبا لغاية سن 11-12 سنة. الكتاب ده وانا حطيت فيه خلاصة تجربتي في تربية أولادي، كل المعلومات والقرايات اللي أنا قريتها، حاولت إن الكتاب ما يكونش كتاب كأنه كتاب إنشاء، كأنه كتاب صعب، في قصص كتيرة قوي قوي من حياتي أنا نفسي استعجبت إزاي أنا فاكرة الحاجات دي لغاية دلوقتي. يعني هحاول ان انا في كل فيديو اقرأ لكم شوية من الكتاب. انا فتحته على اي صفحة فلقيت صفحة بعنوان اجيبها منين الراحة، الحفاظ على التوازن في الحياة الزوجية بعد وجود الاطفال كان من الموضوعات التي نالت اهتمام كبير من جانبي، فالامهات العاملات والامهات اللاتي لا يعملن خارج المنزل يعانين كثيرا من القيام بجميع الأعباء على أتم وجه، ومع اختلاف طبائعنا وشخصياتنا لم أجد حلا سحريا يناسب الجميع، لذلك سأحاول هنا تقديم بعض النصائح العامة. وأنا في مقتبل حياتي كأم عاملة، عندما كان يسألني أحدهم كيف حالك كنت أود أن أصرخ وأقول لست بخير، فأنا أعمل وأحاول جاهدة خلق حالة من الاستقرار في حياتي، أحيانا أحققها وأحيانا أفشل في ذلك، لكن مع مرور الوقت وملاحظة الأمهات الناجحات والقراءة اكتشفت أن جدولة كل شيء يساعدني على إيجاد بعض الوقت الذي أستطيع استغلاله لإعادة شحن بطارياتي ونيل قسط من الراحة حتى أتمكن من مواصلة الطريق، حيث أن استخدام التقويم وأجندة المواعيد الكبيرة مكنني من تسجيل كل المواعيد المهمة وجدولة كافة الأعباء، وكذلك الأمر بالنسبة لزوجي لنرى نحن الاثنان بوضوح كل ما يجب علينا فعله وترتيب أولوياتنا. ويعد ترتيب الأولويات هنا بمثابة استراتيجية محورية، فهناك الكثير من مضيعات الوقت التي نسمح لها بالتهام وقتنا الثمين. قولوا لي في التعليقات إذا حابين إن أنا في كل فيديو أفتح كده صفحة من أي حتة في الكتاب
وأقرأ لكم جزء من الكتاب، هيظهر دلوقتي على الشاشة وهتلاقوه مكتوب تحت الفيديو رقم للواتساب اللي تبعتوا له رسالة عشان تطلبوا الكتاب. يهمني قوي ان انا اعرف رأيكم في الكتاب ده، مجهود كذا سنة. اشوفكم بكرة ان شاء الله.